بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعددت مواهب الأطفال الشباب الفتيات في محافظة كفر الشيخ، ولكن سعيد موهبته حاجة تانية، مش حافظ القرآن بس وتلاوته، ولكن حافظ لأرقام الصور، أرقام الآيات، صفحات، شيء فعلا مبهر. صرينا في اليوم السابع أن يكون لنا لقاء مع سعيد ونتعرف عليه وعلى حياته ونشوف نختبره ونشوف قدرته على الحفظ. طبعا هم مسمينه حاسوب القرآن الكريم. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله الحمد لله. قول لي بقى، انت دخلت الكتاب كان في سنك كام سنه؟ انا بدات احفظ القرآن وانا عندي 3 سنين. 3 سنين واتميته امتى؟ 8 سنين وانا عندي 8 سنين. 8 سنين اتميت حفظ القرآن الكريم. ايوه ما شاء الله. قول لي بقى، عرفت موهبه حفظ الايات وحفظ أرقام الصور وأرقام الصفحات إزاي؟ أبويا وأنا بحفظ كده فلاحظ إن أنا بحفظ بسرعة وعندي الموهبة دي، فحاول ينمها وعمل يعني اللي هو يحفظني بأرقام الآيات وكده لغاية ما حفظت بقى. في سنة كام؟ أنا في تالتة إعدادي. في تالتة إعدادي ما شاء الله عليك. قول لي بقى، دخلت في مسابقات على مستوى مصر أو مستوى المحافظة؟ أيوه دخلت مسابقة شيخ الأزهر وطلعت المركز الأول، ومسابقة في وزارة الشباب والرياضة برضو تحت المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفي محافظ اسمه السيد نصر كان عامل مسابقة أنا تحت برضو في الأول وكرم. المحافظ السابق الأسبق. تمام. قول لي بقى، يعني لو أنا فتحت المصحف وأي آية أي صورة أي صفحة تعرفها؟ إن شاء الله. أنت من قرية إيه؟ قرية السلقة. السلقة التابعة لمركز فوة. إحنا بنقدمك لمتابعي اليوم السابع وكل الناس كلها علشان تعرف موهبتك. انت املك ايه؟ انا ان شاء الله اتمنى نفوز في مسابقه عالميه واحصل على جائزه عمره لابويا. يعني انت بتتمنى عمره للبابا وماما؟ ان شاء الله. ربنا يوفقك يا حبيبي. انا عرفت انك انت حصلت على الاجازه من مين؟ من الشيخ اسمه الشيخ حسين الشريف. تمام. خدت منه الاجازه قريب يعني، والشيخ اسمه الشيخ محمد يونس الغلبان، ده اعلى سند في العالم. من سنة على سنة في العالم. أيوة. ده موجود الشخص ده موجود فين؟ موجود في تسوق. في تسوق. تمام. نبدأ إن شاء الله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المصحف قدامنا وهفتح صفحات بطريقة غير منظمة طبعا، ونشوف أنا أختبر ممكن يكون كلامه صحيح أو غير صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلنا الجزء ال 13 سورة الرعد، صفحة كام؟ أول صفحة مثلا هتبقى أول صفحة تبقى الصفحة رقم 249. 249 ما شاء الله ما شاء الله. طيب، قوله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، تبقى سورة إبراهيم الآية 19 الصفحة رقم 258. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما شاء الله عليك. نمشيها بطريقة سريعة. طيب، لو قلنا صفحة 357. 357 هتبقى سورة النور الآية رقم 54، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، الصفحة 117 هتبقى سورة المائدة الآية رقم 51، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. وبعدين طيب أعمل لك يعني دلوقتي. طيب، صفحة 559. صفحة رقم 559 بسم الله الرحمن الرحيم تبقى سورة التغابن. سورة الطلاق. طلاق. الآية رقم 6، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ما شاء الله. قلنا قوله تعالى: عما يتساءلون، تبقى الصفحة رقم 582 الجزء رقم الجزء 30. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، تبقى سورة غافر الآية رقم
45 الصفحة رقم 472. طيب الصفحة اللي بعدها تبدأ كام؟ تبدأ بإيه؟ قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم. قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم. واللي بعدها؟ إن 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 الساعة آتية لا ريب فيها. ما شاء الله. طيب لو قلنا الجزء السابع عشر الصفحة رقم 325. الصفحة رقم 325 هتبقى سورة الأنبياء آية 36. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ما شاء الله. اللي بعدها؟ اللي بعدها فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. طب اللي بعدها؟ اللي بعدها ومن الشياطين من يغوصون لهم. طب اللي قصادها؟ اللي قصادها والتي أحصنت فرجها. سورة صاد. تمام؟ آخر كلمة في الآية 68. آخر كلمة في الآية أنتم عنه معرضون. طب لو قلت لك 74. 74 هتبقى وكان من الكافرين. طب لو قلت لك 81. 81 بسم الله الرحمن الرحيم المعلوم كلمة المعلوم. آخر كلمة في الآية. حين تبقى حين. طيب لو سورة الزمر الآية 3. 3 تبقى آية كفار كفار. كفار. الآية 6. الآية 6 تصرفون. اللي بعدها. اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعدها الصدور. اللي بعدها. بسم النار. اللي بعدها. الألباب. اللي بعدها. إنما تذكر حساب. اللي بعدها. الدين. آخر كلمة في نفس الصفحة تبقى الألباب. شكراً.